للحديث أكثر ينضم إلينا الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد الماجد. مرحبا بك دكتور فهد. دكتور، كيف تعلق على الأمر الملكي بتشكيل لجنة لحصر الجرائم والمخالفات لقضايا الفساد العام؟ نعم، أنا أرحب بكم أيضا وأرحب بالسادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات، وأقول تعليقا على هذا الأمر الملكي الكريم أنه كنا دائما نقول وبصدق أن المملكة متقدمة في مكافحة المخدرات، ونقول أيضا وبصدق أن المملكة متقدمة في مكافحة الإرهاب. الآن يصح أيضا لنا أن نقول وبصدق أن المملكة تتقدم بقوة في مكافحة الفساد، وذلك أثر صدور أمر خادم الحرمين الشريفين أيده الله بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد الأمين. لعلنا في ذلك نذكر كلمة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله عندما قال: هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك. في ذات السياق أيضا نذكر كلمة لسمو ولي العهد الأمين أيده الله إثر إطلاق رؤية 2030 عندما قال: الفساد موجود بلا شك، الذي يهمنا اليوم أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد وأقل نسب فساد في العالم. ومن وثيقة أيضا 2030 ورد هذا النص: لن نتهاون مطلقا مع الفساد بكل مستوياته ماليا وإداريا، وسنستفيد من أفضل الممارسات لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة. خطورة الفساد أختي الكريمة تكمن بأن كل فساد يصنع فسادا مضاعفا للأول من خلال هدر مباشر لهذه الأموال ثم تفويت فرصة استثمارها بأرباح ربما تكون مضاعفة، وهو ما يسمى في علم الاقتصاد بتكلفة الفرصة الضائعة، التي تعني أنه حين استخدامنا لمواردنا بطريقة ما فإن ذلك يعني تخلينا عن فرصة أخرى. ومن ثم فإن أي اقتصاد يريد أن يتقدم فلا بد أن يتقدم في مكافحة الفساد، وهذا ما برهن عليه خادم الحرمين الشريفين بأمره الكريم هذا، الذي هو فعل لا قول، والذي يطلع بتنفيذه بكفاءة وأمانة سمو ولي العهد القوي الأمين. وبإذن الله عهد مشرق ليس لجيلنا نحن فحسب، وإنما للأجيال القادمة من أبنائنا وأحفادنا، وستستمر المملكة بإذن الله تجدد شبابها جيلا بعد جيل. نعم دكتور فهد الماجد، شكرا جزيلا لك الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الرياض.